كبوس احمر؟ لا كبوس اسود. خفاش اخضر خفاش اسود؟ شنو لونه هذا؟ لا المفتاح اخضر مفتاح ازرق. اوه ما في ولا لون ولا شكل. اي اخذ الشبح. حياكم الله متابعينا في قناة دوانية نايت، معكم اخوكم ابو عزوز. لعبتنا اليوم اسمها جايستز بلدز، لعبة المانية واتوقع معناتها ان الذكي او الجينيوس اللي مخه يعني سريع ومركز تركيز عالي. المهم اللعبة يصلح حق الجروبات اللي من شخصين الى ثمان اشخاص، هذه تسعة. شلون تشرح لعبة جينيوس حق تسعة؟ ثمان اشخاص وتقدرون تلعبونها اذا كان عمركم 8 سنين وما فوق، تاخذ وقتكم 20 دقيقة الى نص ساعة. فكرة اللعبة ان انت في عندك ايتمز صغيرة، كل ايتم له شكل معين وله لون معين، وفي كروت راح تسحبون الكروت، واسرع واحد يحط ايده على الايتم الصح راح ياخذ الكرت حقه وينحسب له نقطه في نهايه اللعبه. شلون انت ممكن تحط ايدك على الايتم الصح؟ خلكم ويانا عشان تعرف على لعبه جايستز بلدز. وهذا بوكس اللعبه، القانون يقول اخر واحد فيكم شاف منظره وهو اول واحد راح يلعب. اللي عليكم تسوونه انكم تبطلون البوكس، تطلعون الايتمز كلها، تحطونها بالطريقه هذه. عندنا هني الشبح، وعندنا هني الليت والكبوس، الخفاش، المنظرة، وباقي الأشكال هذه كلها كل واحد له لون مختلف. مثال الساعة هني لونها أزرق بس المفتاح لونه أخضر، والليت كذلك لونه أزرق، والكبوس والخفاش لونهم أسود. لازم تركزون كل شكل شنو لونه الصجي، وبعدين كذلك تطلعون الأوراق. اللي عليكم تسوونه أن تكشفون أول كرت وتشوفون الأشكال الثلاثة اللي موجودة فيه، إذا كان أي واحد منهم نفس اللون اللي هني راح تأخذون الآيتم، وأول لاعب يأخذ الآيتم يكون هو اللي عنده نقطة. يعني شنو؟ يعني هني الشكل هذا لونه أسود بس بالصج لونه أحمر، والخفاش لونه أحمر بس بالصج لونه أسود، فهم حاطين اللونين هذيل عكس بعض عشان يلخبطونكم. بس ها الليت لونه أزرق وهو لونه أزرق، فأول واحد يحط إيده على الليت يأخذه، نقارن نشوف إنه فعلًا هو عنده أزرق صح، راح يأخذ الكرت هذا حقه ينحسب له نقطة في نهاية اللعبة. نأخذ كرت ثاني ونشوف القاعدة اللي وراها. الحين في الكرت هذا ما عندنا ولا شكل اللون ماله صح، فاللي عليكم تسوونه تحطون ايدكم على اي اوبجكت من الاوبجكتس اللي هني بشرط ما يكون اللون ماله مستعمل هني. يعني انت ما يصير تحط ايدك على الشبح لان لون المفتاح ابيض، فما يصير تاخذ ايتم لونه ابيض، بس تقدر تحط ايدك على المنظره لان المنظره مو موجوده بالرسمات، وكذلك اللون الاخضر مو موجود بالرسمات، واول واحد يحط ايده على المنظره راح ياخذ الكرت هذا ويحسب له نقطه في نهايه اللعبه. نيجي الحين حق الكرت اللي وراه. اي كرت عندكم يطلع فيه شبح وساعه ما تحطون ايدكم على ولا اوبجكت، لازم تقولون الوقت اللي موجود على الساعه. لازم يكون عندنا شبح ولازم يكون ساعه، واللي ياخذ الكرت هو اول واحد يقول الوقت الصح، فهني اللي يقول الساعه 4 وهو اللي ياخذ الكرت هذا. طبعا اللي شرحته للحين قاعدتين حق البيسك روز، يعني اللعبه بالطريقه السهله. اذا تعودتوا على اللعبه وتبون تزيدون مستوى الصعوبه راح نزيد القوانين الاتيه الصعبه. اول قانون صعب عندنا هو لما يكون في منظرة والايتم اللي موجود الانعكاس ماله في المنظرة لازم تاخذونه وما لنا شغل باللون ماله. يعني هني عندنا صورة المفتاح جزء منه طالع بالمنظرة، اللي ياخذ المفتاح حقه هو اللي راح ياخذ الكرت هذا وينحسب له نقطة. بس ها اذا كان المنظرة ما فيها انعكاس راح نرد حق اول قاعدتين عندنا، ننقي ايتم اللون ماله مو موجود هني. في الحالة هذه عندنا المفتاح والمصباح والمنظرة كلهم موجودة ألوانهم غلط، فلازم ننقي شيء مثل الساعة يكون لونها أزرق، هي لا لونها موجود ولا هي موجودة، وكذي احنا طابقنا أول قاعدتين. الحين هي حق ثاني قاعدة صعبة، فطلع معانا كرت في البومة. اللي عليكم تسوونه ان انتم تقولون اسم الايتم اللي مو موجود هني ولا اللون ماله موجود، تقولون اسمه مو تحطون ايدكم عليه وتاخذونه. في الحالة هذه عندنا الكبوس وعندنا البومة وعندنا خفاش، ثلاثتهم موجودين بس كلهم الوانهم غلط، فما يصير نقول اسم ايتم يكون لونه ازرق او ابيض او اخضر. فانا عشان افوز اقدر اقول الجرة هذه بدون لا احط ايدي عليها، اقول الجرة الحمراء. ما عندنا لا جرة ولا لون احمر، فاللي يقول كذي هو اللي راح ياخذ الكرت وينحسب له نقطة في نهاية اللعبة. خلينا نزيد الصعوبة شوي بعد. اذا عندنا ايتم منعكس في المنظرة وكذلك عندنا بومة، شنو راح تسوون؟ لازم تقولون لون الايتم اللي منعكس في المنظرة. يعني انت لازم تقول اسود، ما تقول الجرة السوداء ولا تقول الجرة، لازم تقول بس اسود، وكذي راح تاخذ الكرت هذا حقك.
مهم جدا ان تفرقون بين ان انت لما تقول لون الايتم او لما تقول اسمه او لما مطلوب منك تحط ايدك عليه. اي واحد يغلط او يلخبط بالقوانين هذه كلها انت عندك بس محاولة واحدة، فاذا انت غلط حتى لو كان جوابك صح بس انت مثلا جست الايتم بدال لا تقول اسمه راح يحترق عليك الدور وما راح تاخذ كرت، ولغيرك راح يلعبون ويكملون وانت تدش معاهم الكرت اللي ورا. وها اللي مصخه ويغلط وايد راح نعاقبه وناخذ من نقاط السكورينج اللي عنده نحطهم تحت هني وتلعبون لين ما تنتهي السحبه. والحين عقب ما تعرفتوا على شلون تلعبون جايزز بليتز، في عندنا اذر فيرجز من نفس اللعبه، طبعا كلهم نفس الاسم جايزز بليتز، جايزز بليتز فيرجن 1 فيرجن 2 ما ادري شنو، جايزز بليتز سبوكي دو. الفرق بينهم المجسمات والصور اللي عندكم موجوده في الكروت، عشان اذا انت حفظت الشروط مالت اللعبه هذا الشيء راح تريجر نيو فانكشنز ان يور برين، يعطيك ويف حلوه جديده ولذه جديده وتقدر تجرب الفيرجن هذه. بس ها في عندنا التو فيرجنز هذه تقدر تلعبهم مع بعض تزيد صعوبه اللعبه. واللعبه هذه انا اشوفها مناسبه حق اذا انت تبي تلعبها مع عيالك تنمي عندهم مهارات الرياكشن وسرعه البديهه. واللي يبي اللعبه يقدر يطلبها من اكاونت جيم سبوت كويت، وهذا موقعهم كذلك يوصلون حق جميع الدول. لا تنسون تعطونا لايك وتحطون رايكم في الكومنتات، واللي ما اشترك في القناه وعليكم امر يشترك على اليوتيوب وعلى الانستغرام، ونشوفكم في اللعبه الجايه.